عندما وصلت إلى مصر قبل 7 أشهر، زرت منزل الأسرة في القاهرة الجديدة. تساءلت حول هذه الروعة، ولماذا لا أرى القاهرة كلها هكذا؟ أميرة عثمان، طبيبة بشرية، متزوجة ولديها طفلان كريم وجودي، حاصلة على الدكتوراه في تخصص علم الأجنة والتشريح، وهي باحثة مسجلة بعدة مراكز بحثية في داخل وخارج مصر. ملت أميرة من الحياة في داخل القاهرة القديمة، لذا قررت أن تنتقل هي وأسرتها إلى خارج القاهرة العتيقة. من فترة لاحظت أن عدد العربيات زاد قوي والدنيا بقت زحمة. في سنة 2011 سافرت أمريكا، كنت قاعدة في بلد صغيرة في ولاية جورجيا. البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه كان قدامه غابة جميلة قوي، كنا بنصحى كل يوم الصبح نلاقي أرانب برية ونلاقي غزال بيجري في الجنينة. فلما رجعت مصر قررت أني أعيش في حتة بعيدة عن الزحمة، لاني انا بيخنقني قوي الزحمه والعربيات الكتير واني ما لاقيش مكان للباركينج. فاتجهت ناحيه القاهره جديده علشان ابعد عن الخنقه، وده كان مهم قوي ليا وكمان بالنسبه لاطفالي. كان يهمني ان هم يشوفوا مناظر خضراء وان هو الجو الهادي ده هيأثر في سلوكهم وفي حبهم للطبيعه. عشان كده قررت اني اسيب القاهره القديمه بكل زحمتها وكل الناس اللي فيها وكل حاجه، وقررت اجي القاهره الجديده. بالنسبه لي انا محتاجه الهدوء، مهم قوي لشغلي، لاني انا ببحث في مجال الخلايا الجذعيه في ابحاث السرطان. يهمني اني اكون قاعده في جو هادي، ده بيساعدني جدا في التركيز، وعدم وجود العربيات اللي بتمر طول الوقت والكلاكسات، كل ده بيأثر في كميه تركيزي وبيقلل ساعات نومي. علشان كده كان مهم بالنسبة لي أختار مكان هادي، وده يمكن كان الأساس اللي أنا اخترت علشانه القاهرة الجديدة. برغم إن أنا بحب القاهرة القديمة جدا وكل أصحابي هناك وكل خروجاتي هناك، وبحب أنزل وسط البلد وبشوفها ملتقى ثقافي حضاري مهم جدا، أقدر أزورها من وقت للتاني بس ما أقدرش أعيش فيها لمدة طويلة. العم فرج عبد الفتاح سائق ليموزين تاكسي وأوتوبيس سياحي، لديه ابن وابنة، متزوج من 25 عاماً وهو في الخمسينات من عمره، يسكن في الوراق ويعاني حقيقة الواقع المروري والمعماري الصعبة التي وصل إليها الواقع المصري، ولكن ربما يحمل في رأسه بعض الأفكار وبعض الحلول. دلوقتي حالياً اللي بقول لحضرتك إن الناس كلها بقت صعبة، ضغط الحياة بقى عليها بقى جامد. إن الواحد لما بيروح الشغل دلوقتي بيروح في ساعة ولا في ساعتين، قبل ما اروح الشغل بقى مرهق، قاعد في شبرا مفيش عين سحريه على الباب، يعني كان حد يخبط تفتحش في مين عادي، ما تلاقيش لو واحده ست مثلا باب خبط عليها بتفتح عادي. انا قاعد في الوراق في فرق ما باجي انزل، يعني ساعات بنزل في حتت كده والله ما باجي، مش ساعات باخد جنبي كده من الناس، من كتر الناس باخد ناس من جنبي كده. خش اخر الشارع بشمال عنصريه، هتخش في الوش على طول بقى، ما ترجعش اصل النيل، تخش في الوش اخر شيء هتلاقي اصل الكوبري في الجزيره، هتعشى جنيه تاكل حاجه. هو حضرتك دلوقتي الواد قاعد في حته في الوراق، فعايز يخلي عياله دلوقتي في حته من المدن الجديده، يعني لما ابني لو قاعد حتى في العبور، فطبعا شغله بقى في اكتوبر او في الحته ديت لان لسه ما لقاش شغل يعني. فلو قاعد في اكتوبر وهو قاعد في العبور، شوف حضرتك بقى الوقت قد ايه، مواصلات ووقت، فهيروح مرهق. السلام عليكم. ايوه يا فندم. ايوه حاضر، بس انا في نص ساعه كده هواجه حضرتك. حاضر ماشي. وفي زياره سريعه الى حي هليوبوليس مررت بميدان الكربه، ولا سيما شارع بغداد الشهير. ساءني كثيرا للوهلة الأولى وجهات المتاجر المعدنية والرخامية التي شوهت المشهد الجمالي والحضاري العريق.
وهو ما انسحب للأسف على الكثير من مظاهر الجمال في قاهرة المعز. مايكل مجدي في أواخر العشرينات من عمره، متزوج ويعمل مذيعاً في الراديو المستقل. مايكل مولع بما كان وما تبقى من فن المعمار الحديث في مصر الحديثة، ويحمل في قلبه الكثير من الأمل. أنا بحب المكان ده قوي لأنه متصمم على طراز معماري رائع على أيدين مهندس بلجيكي، عمل المباني دي كلها في تصميمات على طراز فرنسي وطراز بريطاني، كل حاجة معمولة بفن وباهتمام وبدقة كأنها مقصودة تطلع شكلها جميل. لكن في الوقت الأخير إحنا ما اهتمناش بده وما حسناش بقيمة الجمال ده، وبقينا كل الترميمات وكل المنشآت الجديدة مش بتراعي الفن والجمال ده، بقينا نستخدم مواد حديثة وديزاينات مودرن قوي مش بتتماشى مع الذوق العام للمدينة. بنسمع ونشوف عن المدن الجديدة والإعلانات بتاعتها، لكن الحقيقة القاهرة القديمة ما زالت محتفظة بالتراث وبالدفء وبالجمال بتاعها، ورغم التشوه المعماري اللي حصل كتير قوي لكن ما زالت محتفظة بجمالها. عشان كده احنا بنتمنى من الدولة ان هي تحافظ على الجمال ده وتحط قوانين تخلي المنشآت الجديدة تكون بتتماشى مع روح الفن ده بحيث تكمل نفس الجمال ده. كمان الترميمات والحاجات الجديدة وأعمدة الإنارة وكل الحاجات اللي حوالين المباني تكون بتاخد من نفس الروح والفن ده. بتمنى ده من الدولة بتاعتنا. القاهرة القديمة جميلة قوي، بتمنى أعيش فيها أنا وولادي طول حياتنا. مشكلة أن التلوث والضوضاء والحاجات العشوائية الموجودة فيها بتخلينا مش قادرين نتواصل مع الناس، نتواصل مع المكان، نحس بالألفة والراحة في المكان. المباني الجديدة ما تتبنيش بشكل مختلف، لكن لازم تكون بتتماشى مع روح الفن الموجود. نتمنى ده بجد في البلد بتاعتنا، ونتمنى ان وزارة الآثار تهتم بالآثار المعاصرة الحديثة اللي احنا عايشين حواليها، وكل يوم بيحصل هدم ليها وبيحصل تبديد للجمال ده. نفسي يبقى فيه قوانين، يبقى فيه حاجات تتحط تحافظ على التراث ده وتحافظ على الآثار دي، وتجرم ان اي تعدي معماري عليها او تعدي حتى للمنشآت الجديدة ان هي تلوث الشكل العام للمباني دي جنب بعضها. وربما يأتي الأمل في أن تعود القاهرة القديمة إلى أوج عراقتها وإبداعها المعماري القديم.